عودة لحضراتكم من جديد. وزي كل يوم ما بنقول ان كلنا دايما بيبقى عندنا احساس ان احنا نبص في المراية نلاقي شكلنا في اجمل شكل ممكن. طبعا انا بتكلم على الجسم والرشاقة، وكل واحد نفسه يوصل للتارجت بتاعه او للهدف بتاعه، لكن بيبص يلاقي الكون بيتحدى. يعني ايه؟ الاكل، الجوع، دايما الواحد عايز نظام غذائي معين يتبعه، واول لما يبدأ يتبع النظام الغذائي ده يعني كلها اسبوع وبيزهق منه، وبيبقى مستني اليوم الفري او الوجبة الفري او اي فري جاي في طريقه. على كل الأحوال ناس كتير بتتبع طرق تقليدية مرهقة ان هم يخسروا وزنهم، وده اللي بيخلي التحدي صعب وبيسبب لناس كتير حالات، منها حالات اكتئاب، وكمان السمنة مش تأثيرها نفسي بس زي ما بنتفق كل مرة، لا كمان بتسبب أمراض مزمنة كثيرة جدا. علشان كده النهاردة هنحاول نعرف مع حضراتكم نعرف نخس ازاي في أسرع وقت ممكن نتيجة ممتازة، يبقى ما فيش اليويو افكت ده او نتخن 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 نخس نخس نخس، ده بيدمر جسمنا حرفيا. كل ده هنعرفه النهارده من خلال ضيفتنا اللي منورانا منى ياسر، اخصائيه التغذيه العلاجيه. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله بفضل رب العالمين. تسلمي. بصي بقى، يعني تعددت الرجيمات والحرمان واحد، والحرمان واحد، ونيجي بقى نبوظ الدنيا فين؟ في اليوم الفري لسه حضرتك ذاكراه دلوقتي، صح كده؟ صح. انت عارفين اصلا يوم الفري ده بيعمل ايه؟ ايه؟ حلو قوي. انا جيت دلوقتي مثلا هنفترض حرقت في الاسبوع كله 1000 كالوري، اسبوع اهو انا ماشيه تمام وماشيه منضبطه، وجيت اخدت لي تشيت ميل ووجبه كده من اللي هي وجبه الغش. ايوه، تشيت ميل الفري اللي احنا بنسميه الفري، تقول لك وجبه فري، في ناس تعمل يوم فري، دي مصيبه اكبر. ده كارثه. عاده كلنا بنعمل اليوم الفري. أوكي. طب خلينا بقى نقول لو انا عملت وجبه فري، اغلبيتنا بيروح ناحيه اني اكل جانك فود، صح؟ وبعد ما بيخلص الوجبه الجانك فود اللي هي فيها ما لا يقرب من 1500 2000 كالوري او سعر حراري، بيروح بعديها محلي. فري خلاص، ده مش فري كده، كده بوظنا الدنيا. فانا حرقت في الاسبوع 1000 كالوري، وجيت بوظت الدنيا في التشيت ميل دي بقى 3000 كالوري مثلا او 2500 مثلا، انا كده خسرت 1000 واكتسبت 1500. المعادله فهمناها؟ ايوه. طب دي اول عيب؟ لا طبعا. احنا نضيف عليهم كمان ان هرمون الانسولين في الجسم بيرتفع 4 ايام. ايه؟ 4 ايام. ثانية واحدة، 4 ايام مش بعد الوجبة بس الغش دي او الفري دي؟ ابدا. عايزة اقول لك بالناس دي كلها تقول لك ايه، انا اشمعنى الاسبوع ده ما حرقتش زي الاسبوع اللي فات؟ ما خدتش، هي كانت لسه بادئة بقى، ما خدتش هي التشيك ميل في الاسبوع اللي فات فاخدتها في الاسبوع، تيجي الاسبوع اللي بعده عايز تخس، عقبال ما الجسم هرمون الانسولين يرجع تاني، يرجع لمستوياته تاني طبيعي، ياخد 4 ايام، تيجي تحرق مش تلحق تحرق في ال3 ايام، وتيجي تاخد التشيك ميل الاسبوع اللي بعده وهي فاكره كده ان هي ماشيه صح. ابدا. عشان كده بقول نعمل لايف ستايل، بجانب ان انا ممكن اخد كورس زي الكورس الاناسيليم، ممكن اعمل لايف ستايل ابقى انا حسنت كل حاجه، لان مش كل شويه هروح انا افضل اجري واروح اعمل دايت واروح اخس واروح ماشي، انا مش هرجع الوزن تاني اللي خسرته وقت الاناسيليم، ولكن انا لو بوظت هرجع يا فندم. يعني انا مش ساحره. ايوه، احنا كل اللي انا عايزه اعمله لاي كلاينت في الدنيا، انا عايزاك توصل للايف ستايل كل نفسك فيه ولكن بطريقه صحيه، وده نقدر عليه بكل سهوله. صحيح. لان انا قدرت على ده لما كنت 100 كيلو ووصلت لل 55 وبقول تاني وانا زايده 2 كيلو اون مشيها، بس يعني نقول تمام. مش عايزه اقول لك برده الوصف بتاع كل مره وبقى، ها والله ما قصدي، عصايا منا دي، عصايا عشان تبقوا عارفين. وبتزعوا منها كانت 110؟ لا 100 بس. 100 كيلو. 100 كيلو. انت كام دلوقتي؟ دلوقتي 57 55، بروح وبرجع في ال2 كيلو دول. اوكي. ولكن خليني اقول ان انا لما جربت اعمل التشيت ميل دي اول ما ابتديت خالص المشوار بتاعي، اكيد فرق معايا كتير قوي ان انا ما بقتش اعمله. اولا انا كان مزاجي بقى وحش جدا، لان مزاجنا طالع من امعائنا، وامعائنا طول ما الميكروبيوم اللي هي البكتيريا الحلوه دي مش متظبطه، انت مزاجك وحش جدا. اوكي. فكل ما ظبطت ميكروبيومي او البكتيريا النافعه في الامعاء، كل ما كده المزاج بتاعي بقى لطيف وحلو وجميل، وبقيت هاديه ورايقه واقدر اكمل واستمر. الناس فاكره تقول لك انا هاخد تشيت ميل عشان اقدر اكمل. حضرتك انت كده هتقدري تكملي، بس انت مش ماشيه في الطريق الصح. اوكي. طب نرجع بقى لكورس الانسولين. يعني انا دلوقتي ينفع ان انا اظبط كل الكلام ده حتى لو باخد التشيت ميل؟ هيظبطك، بس انا برضو برجع انصحك اولا واخيرا تعملي هيلثي لايف ستايل. والله ما مسلوق، والله ما سلطه، ابدا. في مليون طريقه تانية تقدري تخسي بيها بطريقه طبيعيه وصحيه، ومن غير انك انت ما تروحي يعني تبوظي الدنيا على الاخر.
اوكي مش لازم. يعني اسالك أوكي. يعني ممكن اكل ساندوتش بعيش ماشي. طبيعي زي البني طبيعي. ادمين طبيعي. ممكن اكل على الغدا مثلا معلقتين رز او شوكتين مكرونه ثلاثه مكرونه لحد خمسه كمان معاكي اوكي محشي شغال محشي أي شغال. ايا كان الكربوهيدرات شغاله كله. انا ما اقدرش افصل عنك الكربوهيدرات يا فندم دي بنزينك. انا لو قطعت البنزين عندك انت هتعيشي ازاي؟ صح كده؟ هقطع ده اكيد. طيب قولي لي بقى ازاي كورس الاناسيليوم اللي بنتكلم عنه النهارده يقدر يحقق لي اللي انت بتقوليه؟ الموازنه دي حلوه قوي. انا مشكله الناس كلها لما تيجي تخس اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه هي؟ الشبع والجوع. صح كده؟ البعبع تقول لك انا باجي بالليل وحرفيا بنهار. كلاينت قبل ما ادخل بتكلم تقول لي انا حاطه جنبي برطمان عسل كل ما احس ان انا هرمون الانسولين عندي ابتدى يقل شويه اروح اخد معلقتين ثلاثه عسل. تخيلي بقى هي زي بتزيد يا نهار ابيض ده هيجي لها سكر غالبا يعني بعد الشهر هي طبعا. عندها بري دايبيتك. خليني اقول لك من غير اي حاجه كده هي عندها بري دايبيتك لان كل الاعراض بري دايبيتك. ايه ده يعني انا ينفع الحق نفسي حتى لو بري دايبيتك؟ طب ينفع السكري اثنين؟ طب ينفع الامراض المزمنه؟ ايوه ده هنعرف تفاصيله دلوقتي. مقاومه الانسولين هنعرف كل ده دلوقتي بتفاصيله كده بتركاته واحنا بنشرح واحده واحده. اول حاجه كورس الاناسيليوم اهم حاجه فيه ايه؟ تسمى على اسمه هي قشور السليم. دي عباره عن كبسولات لما بنشرب معاها ميه وتتحد مع الميه في امعائنا او في معدتنا بتبتدي تعمل طبقه جل سميكه زي البالون المعده زي الرنج اللي بروح اعمله. الحاجات اللي احنا بنروح نحاول نلعب في معدتنا اللي هي الجراحات وتحويل المعده أيوة وبالون المعده خايفه في ناس البالونه بتفرقع في معدتها في الرنج ما بيعرفش يتنفسه كويس في اضرار او في اثار جانبيه. طب انا بقول لك بقى انت هتخسي هنا طبيعي ومن غير اثار جانبيه صحيح ازاي؟ هو ده بنعمل طبق جل سميكه باقراص الاناسيليوم واللي بيحدد الجرعات الفريق الطبي المختص. انت هتدفعوني ابدا مجانا ما تقلقيش اوكي احنا معاكي خطوه خطوه مجانا. دي اول حاجه اقراص الاناسيليوم. طب بتعمل ايه اقراص الاناسيليوم دي؟ بتحل مشكله الامساك وتحل مشكله الشبع والجوع. هرمونات الشبع والجوع ابتدت تتظبط ازاي بعد ما الغلوشه اللي كانت عليهم من الاخر الاشارات بايظه بسبب ارتفاع هرمون الانسولين والسكر في الدم. لما هرمون الانسولين او السكر في الدم بيبتدي ينخفض او يرجع لمستوياته الطبيعيه تاني بيبتدي الاشارات الغلواشه اللي كانت موجوده دي تخهدى ويبتدي احس تاني بالشبع والجوع بعد ما كان ما بحسش لا بشبع ولا بجوع وباكل متواصل كده في اي وقت انا عايزه. حلو كده؟ دي اهم حاجه بيظبطها القشور السليم. بتظبط طبعا الكوليسترول وتظبط الكبد الدهني وحاجات كتير قوي يا فندم. وكل ما كل ده اتظبط والهضم بقى ابطا كل ما امتصاص العناصر بقى افضل وافضل. أوكي. اتفقنا؟ تمام. تاني منتج معانا وهو الماجيك بوكس. الماجيك بوكس واضح من اسمه خالص ماجيك عشان كده بقول انا في الاول انا مش ساحره لكن الماجيك بوكس ده ساحر لان حرفيا انا استخلصت الاسم ده منه. فبالتالي هو فيه شويه مكونات حلوه جدا ولطيفه جدا هتعمل لي ايه؟ هتعلي لي مستويات الحرق وهشرح مكوناته بس هشرح مميزاته الاول أوكي. عشان يدوني ودانهم كده ويسمعوا كويس. يعلي مستويات الحرق في الياف طبيعيه وصحيه فبالتالي ان انا كده برضو بدي الياف اكتر للامعاء فبالتالي انا لسه في انتظام مستويات السكر في الدم. بيعالج مشكله الكبد الدهني وبيعالج مشكله مقاومه الانسولين بيعالج. وطبعا احنا في جرعات دكاتره وكل حاجه مالناش دعوه بيها. انا بتكلم دلوقتي ان انا بتكلم ان ابقى اميل ناحيه الصحه اكتر ازاي. قصدك يعني ان هو مكمل غذائي مكمل غذائي ملهوش علاقه باي علاج الدكتور كاتبه لنا صح كده ولا يتعارض. يعني انا اهم نقطه عندي ايه يا منى؟ هل يتعارض مع ادويه الضغط السكر القلب؟ لا لان بكلمك شويه الياف شويه قهوه شويه جارسينيا فاكهه حاجات طبيعيه كلها أوكي. طب الماجيك بوكس ده عباره عن ايه؟ خلاصه اعشاب وخلاصه فواكه والياف التفاح والمانجا الافريقيه والجارسينيا وشويه كلها مكونات ايه ده منها؟ كل الحاجات دي طبيعيه وطبيعيه وامنه وملهاش اي اثار جانبيه. فاحنا قلنا هنعلي مستويات الحرق كمان هنحس بالشبع والجوع ومستويات الحرق دي لما تعلى انت هتاخدي شويه بقى مميزات. لا تعالى اقول لك بقى اول حاجه مستويات الدهون في الدم هتبتدي تقل. طب. كوليسترول دهون ثلاثيه الجسم هيستهلكها بقى عايز طاقه ايوه. فبالتالي انا حطيت لك في الامعاء قلنا الاناسيليوم قشور ودي صفر سعرات حراريه. طب انا عايز دلوقتي يا فندم طاقه انا ايديا بارده مين هيظبط لي الموضوع ده؟ الجارسينيا والقهوه الخضراء والمانجو الافريقي وقلنا كمان في شويه اعشاب تفاح واعشاب وكمان الياف تفاح فكل ده بيشتغل مع بعض ويعلي لي مستويات الحرق ياخده من الدهون يحوله اللي هي المخزونه يعني العنيده. فبالتالي انا كده هو عشان كده اسمه ماجيك بوكس. اتفقنا؟ نيجي بعد كده لكبسولات الفينيل وهنقول دلوقتي مين كورس الشهرين وكورس الثلاث شهور مكوناتهم كل حاجه بس اسمعوا وعوا زي ما احنا بنقول كده وركزوا معايا في التفاصيل كلها عشان ابقى عارفه انا هروح فين واجي منين وهرسيكي في الاخر. أوكي. بس خدي مني الخلاصه.
تاني حاجة قلنا الفينيل، الفينيل ده عبارة عن إيه؟ ده شوية جريب فروت، على شوية أناناس، على شوية كروميوم، على صوديوم، على بوتاسيوم، على مغنيزيوم، معادن يعني. معادن. الشوية شفت شوية الحاجات الطبيعية دي كلها اللي أنا قلتها برضو طبيعية وآمنة وملهاش أي آثار جانبية. طب الحاجات دي كلها بتعمل إيه؟ نيجي على الكروميوم، أنا ذكرت في الأول مقاومة الأنسولين، غدة درقية، تكيسات مبايض. منا ينفع نقف عند الكروميوم ثانيه؟ لان معانا ريهام على التليفون وقلقانه لحسن الخط يقطع، فعايزه ناخد التساؤل بتاعها أكيد. او تجربتها، وبعدين انا فاكره كويس ان احنا وقفنا عند الكروميوم. ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا رب. اتفضلي يا ريهام، هتقولي لنا تجربه ولا عايزه تسالي منا سؤال؟ لا انا عايزه اسال منا سؤال. اتفضلي حبيبتي. لو سمحت يا منى، انا الوقت عنده مشكله جامده في جسمي ووزن زايد جدا. تمام. فانا هل ان الكورس هينفعني ولا اصل انا جربت منتجات كتير وما نفعتش معايا؟ تمام. طب قولي لي يا ريهام بس كده وزنك يا روحي بعد اذنك. انا وزني 110. تمام. الطول 160. تمام. العمر صغننه 35 سنه. 35. قولي لي بتاكلي كام وجبه في اليوم؟ انا باكل انا بقوم الصبح ما بفطرش. ايه؟ بتقوم الصبح ما بتفطرش. اوكي. وبعدين بفطر الظهر. بفطر الظهر. تمام. إيه؟ وبعدين والعشاء متاخر. العشاء متاخر، يعني بتاخدي وجبتين بس في اليوم؟ وجبتين في اليوم بس. انا عندي شراهه جامده قوي لما باجي في حكايه الاكل باكل. اوكي. بتاكلي بالليل؟ اغلبيه الجوع عندك بالليل؟ اغلبيه الجوع عندي كله بالليل. تمام. في اي امراض لا قدر الله مزمنه او مناعيه؟ لا انا عندي الغده، انا حللت غده طلعت عندي. الغده عندك خمله؟ خمول في الغده؟ خمول في الغده. ايوه خمول في الغده. اوكي يا ريهام. تمام. وعندي الخشونه في ركبتي، ما بقدرش اطلع السلم ولا بنزل وبنهك كتير. خشونه في الركبه. أوكي. تمام. مش قادره تطلع السلم ولا تنزل وبتنهج. 35 سنه. وانا جربت منتجات كتير يا دكتور وضوافر تتقصف وشعري بيقع. ايوه يا فندم، عشان دي كلها اعراض الغده الدرقيه. طيب ريهام انا بشكرك، اسمعينا بقى دلوقتي علشان منا هتجاوب لك كده وبعدين هنرجع للكروميوم ان شاء الله. اتفضلي. احنا نسينا نسالها هي عايز خس كام كيلو، بس هي واضح هي 160 و110 وزن. وزن، فعلى الاقل 35 كيلو يعني مثلا. ده اقل حاجه 30 ل 35. تاخد كورس التلات شهور على طول. اللي انا لسه بشرح مكوناته دلوقتي، اللي هي عباره عن ايه مكوناته زي ما اتفقنا ان احنا اول حاجه معانا الماجيك بوكس، الاناسيليوم ماجيك بوكس، وكمان الفينيل، ولسه كنا وقفنا عند الكروميوم ومكونات الفينيل. صح. احنا قلنا الفينيل فيه ايه اصلا؟ في كروميوم، في بوتاسيوم، في مغنيزيوم، في صوديوم، وفي كمان مستخلص الجريب فروت، مستخلص الاناناس. عندي ست مكونات كتير. اوكي. طب كل ده بيعملوا ايه بقى؟ أيوة. الست مكونات لما بيشتغلوا كده مع بعض، الفينيل ده بيعمل ايه؟ اول حاجه انا مهمه عندي في اي حد مريض سمنه زي 110 زي ريهام عندها دي على طول كده، السكر عالي في الدم. اوكي. محتاجه حاجه تظبط لها السكر طبيعي. ماشي. الاناسيليوم هيظبط لها. انا عايزه زياده. الكروميوم اثبتوا كل الدراسات ان مقاومه الانسولين او البري دايابيتك او سكري 2 او اللي هم كل الناس اللي سكرها عالي من الاخر دي محتاجه ايه؟ محتاجه مستويات السكر في الدم تتظبط. مين بيعمل الموضوع ده؟ الكروميوم. الكروميوم جلوكوز انتوليرنس بيظبط الموضوع ده للناس دي مخصوص. فبالتالي كل ما هو عند اي حد سمنه مستويات السكر في الدم مش متظبطه. ونضيف عليهم بقى كمان اللي بيروحوا يعملوا تشيت ميل دي، اللي هو كل اسبوع كده بيروحوا يضربوا لهم. التشيت ميل دي هي يعني في وجهه نظرك ان هي دي اللي بتبوظ الدنيا عشان بتلعب في مستويات الانسولين. هنقف هنا تاني ومعانا منى. اما لحقت احط معلش منى وبعدين هنخلي منى تكمل بقيه الكورس. منى ندينا ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اتفضلي. زمانة اخبارك ايه؟ الحمد لله بفضل رب العالمين، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. زمانة بس ليا سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا روحي. هل الكورس ده امن للبنات مثلا 19 سنه و20 سنه؟ لانه امن وطبيعي من اول سن 12 سنه حسب تصريح وزاره الصحه المصريه يا فندم. امن وطبيعي من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 90 سنه. هيا منى قولي لنا كده يا منى مشكلتك ايه؟ انا عندي بنوته هي 19 سنه. روان تقريبا طولها 172 سنتي. طويله وزنها هي بتلعب رياضه اصلا كمان، بس فيها حاجات يعني هي مليانه شويه. تمام. يعني ممكن مثلا يكون في زياده مثلا 15 كيلو او حاجه. ماشي.
ناخد 15 كيلو او حاجه. وهي بتلعب رياضه؟ هي بتلعب رياضه. اوكي. طب هي ما قالتش وزنها؟ قالت وزنها. قالت تخنانه 15 كيلو. طب وزنها قد ايه يا منى؟ تقريبا يا استاذه منى انا مش فاكره بجد، مش متذكره بالظبط كام. 78 ممكن، 80. 80 يعني. طب في اي، بس 172 طولها و80 وزنها، اعتقد يعني فاضل لها حاجه بسيطه وتبقى معدل. التنسيق بتاع الجسم ممكن يكون هو اللي مش لطيف. اوكي. بس على فكره منى انا بشكرك لانك انت عامله يعني باصه لبنتك وعارفه كويس قوي امتى بدات تتخن شويه، حرصا منك على انها لا تعاني من السمنه بعد كده. فانت هايله يا منى وبرافو عليكي وبشكرك. ومنى هترد حالا. تمام. احنا دلوقتي عندنا حالتين. اول حاله 110 35 سنة وركابها بتطقطق من دلوقتي ومش قادرة تطلع حتى دور. صحيح. صح كده؟ وزنها 110 وطولها 160 يعني قسنطوطة. أيوة. صح كده؟ وكمان 35 سنة يعني لسه هرموناتها لطيفة وكويسة وزي الفل. ومساعداها يعني. وعندها الحرق لطيف برضو يعني. لا نقول لا هي صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. يعني في النص بمعنى أصح. فبالتالي هل ينفع ليها أي كورس؟ احنا قلنا كورس الثلاث شهور. ولكن البنوتة روان، اعتقد البنوتة روان ينفع لها الكورس جدا، لان احنا قلنا طبيعي وامن على حسب تصريح سنة. ايوه، على حسب تصريح وزارة الصحة المصرية انه امن وطبيعي من اول سنة 12 سنة. فانا تمام جدا معايا 17. طب من اول 12 سنة وزارة الصحة المصرية مديانا التصريح ده. أوكي. انه امن من اول 12 سنة لحد كام؟ 70 80 90 سنة. ده يخليني افكر اكتر لو بنتي ابتدت تقلوص كده وابتدت ان هي تتختخ كده اعمل ايه؟ لازم الحقها. تتصل بالفريق الطبي المختص بالارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي، عليها مكالمات وعليها واتساب او صفحه وان دايت عربي وانجليزي اللي ظهرت على الشاشه دلوقتي كمان. يقدروا ان هم يتواصلوا مع الفريق الطبي، هو هيرد عليهم بنفسه وكل واحد يقول حالته ويقول يعني اي مشاكل بتواجهه، هو عنده امراض مزمنه لا قدر الله او امراض مناعيه يقول زي. أوكي. ما هي عندها كده غده درقيه وعندها خشونه في الركبه وعندها جوع بالليل. أوكي. هو بقى الفريق ريهام اللي هي اللي وزنها 110. ايوه، اللي عمرها مش روان البنوته الصغيره. لا. أوكي. البنوته الصغيره برضه هيكلموا الفريق الطبي المختص. هو اللي هيحدد الجرعات والاستخدامات، يحدد كل حاجه. اوكي. احنا دلوقتي عندنا عرضين. عرض الشهرين وعرض الثلاث شهور. شوفي ايه المناسب ليكي وبرضه الفريق الطبي اللي هيساعدك. انا عايزه اوفر تخفيضات. انا عايزه تضحكي عليا ولا ايه؟ خصم 50. ما تاخدينيش كده بسرعه، انا عايزه تخفيض للمشاهدين بتوع ست الستات سبيشال. حلو قوي. خصم 50% على متابعه على الكورس الشهرين، وخصم 75% على كورس الثلاث شهور. الثلاث شهور ده يعني انا هدفع منه 25% بس. بس. اوكي. يعني ما فيش حتى توصيل مجاني. بس كده. توصيل. ايوه ده اهم حاجه صح؟ ايوه بالظبط. على فكره ده هيفيد قوي لان احنا في عد التنازلي لرمضان ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. طيب نلحق نكبح جماح يعني عارفه اللي هو عايز اقول لك ان احسن النتائج بتظهر كمان في رمضان. صوموا تصحوا، رسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا. صح كده؟ طبعا. فبالتالي انا لو ضربت عصفورين بحجر وصمت واخدت الانا سليم، لا ده كده تمام جدا. ومش هتجوعي بقى الجوع بتاع طول اليوم ده، بالعكس ما انت الانا سليم نافش في معدتك نافش. خمس ست ساعات في معدتك. صحيح. تمام؟ نيجي نرجع تاني للكروميوم. اوكي. بسم الله. فبالتالي هي دلوقتي عندها مثلا غده درقيه. انا قلت من الناس اللي عندها غده درقيه عندها مشكله فين؟ في هرمون الانسولين وهرمون الكورتيزول. صح. هو اوتوماتيك كده يا فندم صدقيني الايض عندها اصلا مش لطيف. ملخبط. ملخبط جدا. الحرق ملخبط. فمين هيظبط لها الموضوع ده؟ الكروميوم. بيبتدي ان هو يدخل يظبط مستويات السكر في الدم، وكل مستويات السكر في الدم ما اتظبطت صديق الصدوق هرمون الكورتيزول هينزل، ودول لو نزلوا رحنا ناحيه البناء على قد ما نقدر. البناء معناها اننا بنحرق. صح كده. اوكي. فكل ما جسمي راح ناحيه الحرق ده في مصلحتي انا، والقهوه الخضراء كمان هتساعدني على الموضوع ده. الناس اللي ما بتحرقش زي بتوع الغده الدرقيه او ما مش قادرين يتحركوا او هم اصلا عندهم خمول ومش قادرين حتى لو ما عندهمش غده درقيه، هو انا شايفه الدنيا كده خلاص مش هخس لا ما فيش حاجه اسمها مستحيل يا فندم. طالما لسه فينا روح ما فيش مستحيل. جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تياسوا من رحمه الله. طب تمام كده. فانا كده عندي الايه الكروميوم وعندي الصوديوم. الناس اللي ضغطها على طول واطي تقول لك انا مش قادره والله العظيم بصي لو ما اكلتش حاجه مخلل ولا زيتونه، طبعا مش زيتونه ده بيبقى مثلا كبشه زيتون برطمان زيتون. ايوه. عشان اظبط بس ان انا الصوديوم يتظبط. طب انا حطيت لك الصوديوم، حطيت لك البوتاسيوم. البوتاسيوم بيعمل ايه؟ بيظبط مستويات السكر في الدم برضو من ضمن الحاجات، وكمان بيعمل ريكفري للعضلات. الناس اللي بيجي لها شد عضلي وكرامبس مع المغنيزيوم عشان في مغنيزيوم، وكمان بيظبط موضوع الاخراج. ازاي؟
انا عندي مشكلتين، لو نقصوا في الجسم عندي امساك مزمن وعايزه اقول لك في ناس بتقعد بالاسبوع ما بتعملش اخراج، ما بتدخلش الحمام اصلا. والله صحيح. في اكتر وعلى وشفت ده وحليناه الحمد لله. والامساك عدو الدايت على طول، مش دايت بقى، عدو فقدان الوزن عامه. صح كده. فبالتالي انا عشان عايز اعمل لايف ستايل لازم اشيل السموم والعائق الاولاني او العقده بشنيطه اللي قدامي اللي هي من الامساك. مين هيحل لي مشكله الامساك؟ اول حاجه اللي هي في الانسوليوم، تاني حاجه البوتاسيوم والمغنيسيوم. دول اهميتهم ايه؟ دول لو نقصوا في الجسم يا فندم، اولا مفيش حركه امعاء، الحركه اسمها الحركه الدوديه اللي هي بتبقى الامعاء ماشيه كده تمام، انقباضات الامعاء. حلو قوي. مين بيساعدني في الموضوع ده؟ اولا اللي بيسرع الحركه دي مين؟ الصوديوم اللي احنا مستهونين بيه. لو الامعاء نقص فيها الصوديوم بقت بطيئه وبقت عامله حرف مش قادره تتحرك. طيب دلوقتي ده اللي هو الفينيل. الفينيل في ده احنا لسه طبعًا. في كورس الشهرين مظبوط؟ احنا كده كورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور صح. طيب ادخلي لي على البرودكت اللي بعده يعني علشان اللي عايزه نشوف مع كل اللي بيتابعونا الصور بقى والابطال اللي خسوا بالفعل يعني اللي بس لما منا تخلص بقيه المكونات اهو. طيب صوره اهي جت لنا بس برضو عايزين يوروا الناس النتائج الحلوه. واحنا بنشوف الصور دي، الصور دي قبل وبعد، ومنا هتكون بتكمل لنا بقيه الكورس. حلو قوي. احنا بقيت كده معانا ايه؟ معانا هدايا بقى. احنا صراحه طلعت منتجات وشرحنا ان هنحل الامساك ونظبط مستويات السكر في الدم ونعلي مستويات الحرق. حلو. حلو. وقلنا لسه الفينيل فيه اناناس وفيتامين سي وفي حاجات كتير قوي حلوه، جريف فروت. ندخل على مين بعد كده؟ الهدايا. اول حاجه عندي الفيتامين. اي حد وهو بيخس بيحصل له ايه؟ شعره بيقع بينهار بقى. على فكره ريهام وهي بتتكلم قالت انا ضوافري وشعري بالرغم ان عندها سمنه. ايوه احنا فاكرين بقى الناس التختوخه دي عندها فائض. لا يا فندم مفيش فائض، عندها فقر فيتامينات ومعادن. فانا حطيت في الكورس اللي هو الاناسيليوم الخمس فيتامينات والمعادن، حديد، فيتامين سي وزنك وكمان ب 12 وكمان فوليك اسيد. شعرنا هيرعرع كده ويبقى حلو وفله وهبقى امرايا. ونضيف عليهم كمان هديه كريم بشره عشان بشرتي يحتوي على الكولاجين ويحفز الكولاجين وفي فيتامين اي وفيتامين سي وتتبري وعرق اسوس وحاجات تفتح وحاجه فل قوي. اوكي تمام كده. يعني مفيش الشحوب اللي هو مع الدايت هيحصل. عارفه يقول لك انت تعبانه وانت عيانه انت عجزتي لا هيضحي بحياته اللي هيقول لي انت عجزتي، ده هيضحي بنفسه. لا مش قصدي، انا بتكلم حرفيا بيتقال كده. ايوه انت عجزتي، تلاقي هالات سودا وخدودك. فبالتالي في لان الناس دي بتخس غلط، احنا قلنا بيقفلوا بقهم ناحيه البنزين. فانت حضرتك هو هياخد بنزين منين؟ بيروح ياخد من العضل. أوكي. والعضل كل ما يقع كل ما مناعتك تقع بزياده. طيب فاكره برضو ريهام قالت مفاصلها بتوجعها. مفاصلها. طب نيجي دلوقتي كمان بس كمان المفاصل هتتظبط بايه؟ ما هي لما تخسها هرمون الانسولين. تمام نقول تاني المفاصل زي الرق كده. تمام المفصل ده لما هرمون الانسولين بيرتفع في الجسم بيلتهب. طب لو ظبطت لك مستويات السكر في الدم الالتهاب ده هيقل، هيروح الوجع ده هيروح. اوكي والوزن تمام. كمان لما ينزل الدنيا هتتظبط. اتفقنا؟ اتفق. نيجي بعد كده الشامبو، شامبو هيرتون لوقف تساقط انزيم الشعر. احنا عندنا انزيم كده بتاقد ده. مين بيوقفه؟ الشامبو ده بيساعد ان الشعر ينمو جديد وكمان يساعد على وقف التساقط وكمان الناس اللي عندها يشان والجفاف بيرطب الشعر وحاجه برده طبيعيه وامنه ما فيهوش ملهوش اي اثار جانبيه، حاجه كله طبيعي. طب جميل. فانا كده عندي كام هديه؟ ثلاثة. عندي الفيتامينات وعندي الشامبو وعندي كريم البشره تمام وعندي كريم شد الترهلات. كريم أربعة. أربعة. أوكي. كريم شد هعد. كريم شد الترهلات ده فيه إيه؟ فيه كولاجين وفيه كمان كافيين. بيعملوا إيه؟ كل الستات لما بتيجي تخس يحصل لها تعرجات تحت الجلد. صح كده؟ بسبب اليويو دايت، تخس وتتخن، تخس وتتخن. طبعا. فبيحصل تعرجات، التعرجات دي مشكلة المشاكل عند الستات كلها. فبالتالي هنحلها إزاي؟ وهغنيك عن الجلسات إياها، وهغنيك إنك تروحي بقى تعملي حقن تدويب دهون والكلام ده كله، عن طريق إيه؟ عن طريق كريم شد الترهلات اللي فيه كافيين وكولاجين، الكولاجين هيشد والكافيين يحرق. يبقى انا كده حرقت الدهون اللي تحت الجلد وشديت الجلد وخليت شكله لطيف. ده جميل. ده كده كورس اني شهر؟ الثلاث شهور. الثلاث شهور. خصم 75%، متابعه مجانيه اسبوعين مع الفريق الطبي وكمان شحن مجاني. ده شيء رائع. خلاص يلا هاتوا الصور. هاتوا الصور. الصور بقى هتعرض لنا قبل وبعد قد ايه الناس حياتهم اختلفت ما بين سمنه وبعد كده رشاقه. منا اتفضلي. حلو قوي. بصي هو خس، خلينا نقول ان كل كانت مشكله ان الراجل عنده الكرش البلوني. كل الرجاله كده والله. ده مغير شكله تماما، تحس انه صغير في السن. صح قوي. خس كام؟ هو خس 15 كيلو، رقم مش كبير على فكره. يعني قعد قد ايه؟ شهر مثلا؟ شهر ونص كده. اوكي. فبالتالي انا الشهر ونص دول كانوا حرفيا في مصلحته ان هو كرش البالونه ده يروح.
لان زي ما اتفقنا ان قلنا الاناسيليوم صفر سعرات حراريه. فالجسم صرف على السعرات صرف على الاناسيليوم ده عشان يتحرق. صح. فبالتالي الحرق عنده كان لطيف قوي كمان مع القهوه الخضراء الموجوده في الماجيك بوكس والفينيق، كل ده في قهوه خضراء حلوه قوي. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده. تحول جذري، يعني ده باين ان هو كمان صغير في السن. ده مش بس حياته اختلفت، ده بقى شخص تاني. كل حاجه ده بقى واحد تاني تقريبا. 35 كيلو في 3 شهور. واو. 35 كيلو دول بقى اختلفوا فين؟ في الترهلات. اختلفوا في الهدم. بس ده بقى سمنه كليه يعني. كليه. فتسدي، ومشكله المشاكل في التسدي عند الرجاله حرفيا لا بتبقى، حتى لو يعني في شريك اخر بيبقى متضايق من الموضوع ده وهو كمان متضايق منه، وبيحس ان هو بيقلل ثقته بنفسه. لا مش عايزه حد يتضايق ومش عايزه. ده غير الامراض يعني، غير اكيد ده بالرغم من ان سنه مش كبير واضح كده، الا انه كان معرض لامراض كتير جدا لو ساب نفسه. عايزه اقول لك ان امراض السمنه عاوز بالله يا رب يحشى جدا، منها السكر طبعا ده اكيد. ده غير طبعا امراض الكبد، امراض الكلى، امراض القولون. بسم الله ما شاء الله. خس 40 كيلو. واو. سمنه برضو كليه. انا لما احط لك حاجه في الكورس انسيليوم طبيعيه وامنه، حاجه تعلي لك حرق وتشبعك وكمان تشد لك الترهلات وتظبط لك مستويات الهرمونات، ومنهم اهم والكارثه من الكوارث اسمها هرمون الانسولين. لما كل ده يتظبط وظبط لك هرمون الشبع والجوع، ايه ده؟ ده الله، ده حاجه حلوه، ده كومبو بقى. ده طبعا محاصره مشاكل فقدان الوزن من كل الاتجاهات. تخيلي انا لما احل مشاكل حرق ترهل كله. فتخيلي انا لما احل كل ده عند راجل او ست، حياه بتختلف كليا. طبعا. ان انا بروح عن ناحيه الستات بقى، ناحيه الصحه. ودي بنوته كانت محرومه تماما من اللوك الشبابي. صح. مع الشد بقى كمان. بصي، لما اوفر لك فلوس دي اهم حاجه، اوفر لك جهد، اوفر لك وقت، لان انا بوفر لك ثلاث حاجات. اول حاجه انك تروح الجيم، هوفره لك. احنا مش بنحتاج انك تروح الجيم، مش عايزه تتبعي دايت، وبنوفر لك حق كمان الدايت انك انت بتقدري تطلبيه من الفريق الطبي المختص لو انت عايزه انه يعمل لك دايت. وفرت مجانا برضو. مجانا. اوكي. فبالتالي البنوته دي خدت 40 كيلو. عايز اقول لك 40 كيلو ده حرفيا شخص تاني خرج منها. طبعا طبعا. طب قولي لي كده، في قد ايه؟ خدت 40 كيلو في 4 شهور. 4 شهور يعني 10 كيلو في الشهر؟ 10 كيلو ده حرفيا غير حياتي. طبعا ده كتير جدا. بيبقى حاجه حلوه قوي كمان مع الشباب. طب انا معلش بقى سؤال، واحنا بنشوف الصوره، الكورس يبدا يشتغل بعد قد ايه؟ يعني أسبوع. ابدا اشوف النتيجه امتى؟ اول اسبوع. اول اسبوع بلاقي نتيجه حلوه قوي، لان في اول اسبوع ببتدي ان انا الاقي نفسي على طول كده وش 4 كيلو. اوكي. فدي نتيجه. طالما الميزان بيتحرك، صدقيني احنا هرمون الكورتيزول عندنا بتاع العصبيه والستريس بيروح اصلا. أوكي. طالما هو بيتحرك انا تمام جدا، انا ببقى راضيه كده من جوايا. طبعا. احنا قدامنا الصفحه الخاصه بوان دايت على فيسبوك، بتخليني برضو اسالك سؤال، هل ممكن ادخل واسال اسئله حتى يعني مش الاوردر بس اللي انا اعمله؟ لا، انا عايزه اسال اسئله تانية. عندي امراض مزمنه باخد لها ادويه، في كيس يعني شخصيه عايزه اعرضها على الدكتور. ماما عملت قسطره، ماما او جدتي عملت قسطره. مشاكل كتير الخاصه بجسم الانسان وفقدان الوزن منها قوي دي. بيقول لك ايه؟ اصل مريض الضغط ومريض القلب دول ممنوعين عليهم كل حاجه. صح. انا بقول لكم ان كورس انسيليوم طبيعي وامن مع الامراض المزمنه والامراض المناعيه، وامن طبيعي من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. يعني ينفع لجدتي، ينفع لجدتي، ينفع لوالدتي، ينفع لابويا، ينفع لجدي، ينفع لبنتي الصغيره اللي عندها 12 سنه وابتدت كده احس ان هي ابتدت تزيد في الوزن وخايفه عليها فيما بعد هتعاني من السمنه. واحنا يا فرحتي ان هي مكلبزه وبسبوزه وحلوه ولطيفه خالص، بس انت بعد شويه اللي هيحصل. لا ده هتضرب. هتضرب قوي. ان الجوع بيزيد والامعاء بتوسع. هتضرب ان هي هتتعرض لاولا تنمر، مش هتعرف تلبس، مش هتبقى زي صحباتها. بصي مشاكل السمنه رهيبه. مش هتبقى واثقه في نفسها، دي اهم حاجه. نقول بقى عرض الشهرين. اوكي. عرض الشهرين في ايه؟ في الماجيك بوكس، وفي الاناسيليوم، وفي كمان الفيتامين اللي فيه 5 فيتامينات ومعادن. نعيدهم تاني، ان اخس بصحه احسن مليون مره ما اخس بدون صحه. الخمس فيتامينات ومعادن نقولهم تاني: حديد، فيتامين سي، زنك، وفوليك اسيد، وبه 12. اوكي. حلو كده. دول يفيدوني في ايه يا منى في فقدان الوزن؟ يفيدني في ايه؟ انا ما فيش حديد، ما فيش اكسجين. ده احنا رحنا الاكسجين. اوكي. ما فيش اكسجين، احنا خلاص شكرا كده. يعني ما فيش اكسجين، ما فيش حرق. ما فيش حرق، صح كده. ما فيش حديد، ما فيش اكسجين، ما فيش حرق. اوكي. انت خلاص كده، انت دوخه وضربات قلب بترفرف وبدخل الدماغ اللي بتدق على طول. صح. والضغط مش متظبط، هو كل حاجه مش متظبط لانه ملك المعادن الحديد، ملك.
فبالتالي انا بظبط لك الفيتامينات والمعادن. قبل الهديتين كريم بشره وكريم شد الترهلات، الاثنين دول مهمين قوي. بشرتي هتبقى لطيفه وحلوه وجميله وقمريه بتنور كده، لانه بيفتح البشره وبيعالج مشكله البقع والرينكلز اللي حوالين العين اللي هي الباندا بقى، او انت في اي مرحله ما حدش عارف. وكمان بس هو بيحفز خليك قمريه، ده المهم عندي. انك ما تحسيش انك انت شكلك يدي بوست كده وانت بتخسي، انك انت ما تبقيش بتانه طول الوقت. من انا قدامي دقيقه قولي لي فيها الكريم اللي فاضل علشان ده ينفع لسمنه الوضعيه؟ ينفع لسمنه الوضعيه. وكده يبقى احنا عندنا خصم 50% على عرض الشهرين، ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي، وكمان في شحن مجاني. تمام، كل حته بقى، كل حته. يعني ما تقوليليش اصل المحافظه دي بعيده، انا عملت اوردر في الاقصر، عملت اوردر في اسوان، وادي جديد، كل الاماكن دي التوصيل مجاني. بيوصل لها مجاني. بنقدر نطلب الكورس من على صفحه فان دايت عربي وانجليزي، او من الارقام اللي ظاهره على الشاشه. المكالمات من الساعه 11 الصبح للساعه 6 بالليل. جميل. منى ياسر خبيره التغذيه العلاجيه، بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات طبعا اللي بتديها لنا، وعلى انك بتخلي الموضوع سهل، ان في امل ان افقد وزن باسرع وقت وبامن طريقه. فشكرا منى على وجودك معانا، واكيد بشكر حضراتكم انكم تابعتونا النهارده. بكره باذن الله يا رب حلقه جديده ويوم جديد، يا رب اشوفكم على كل خير. باي.